بنرحب بنائل بيل الكباريتي رئيس اتحاد الغرف العربية، ضيف عزيز على بلد وسان مصر. شرف عظيم أن أكون ما بين أهلي، وأشعر أنني وكل عربي وكل ضيف من خارج مصر في هذه البلد يشعر كما أشعر بالرفق والحنان وحسن الاستقبال والعروبة الأصلية التي نبعت من عراقة وأصالة هذا الشعب العظيم. حضرتك يا فندم، حابين نتكلم النهارده عن الملتقى الثالث للاستثمار في مصر ومشاركتك فيه ان شاء الله. كان انطباع حضرتك ايه عن اللقاءات والجلسات اللي تمت؟ اولا يعني ان يكون هذا المؤتمر يعقد في هذه البلد الطيبه وضمن الظروف والتوترات العربيه في العديد من المناطق، والتواجد العظيم للعدد من المستثمرين واصحاب القرار ومن دول متنوعه، انما هو بدايه النجاح. ان يكون هنالك تنسيق ما بين الحكومه المصريه والقطاع الخاص المصري، هذا نجاح هائل جدا، لانه التشارك ياتي بدا من التشارك من القطاع العام والقطاع الخاص، وان يتشارك الطرفين في انجاح هذا المؤتمر وتواجدهم وحوارهم مع المستثمرين، انما هنالك نظره جديده من السياسه المصريه لجلب الاستثمار. حضرتك بتكلم عن اتحاد غرف عربية له كثير من الثقل في الوطن العربي بشكل عام، ومصر فيها اصلاحات اقتصادية دلوقتي كبيرة جدا وفي فرص استثمارية متاحة. هل الاتحاد دور في التسويق للفرص الاستثمارية في مصر او الاصلاحات اللي تمت؟ الاتحاد هو جزء من منظومة عربية تمثل القطاع الخاص العربي في العديد من المجالات، هنالك المجالات الصناعية، المجالات الخدمية، المجالات التجارية، ولكن قوتها لا تكمن في اتحاد أو المسمى الاتحاد، تكمن في الاتحادات في كل بلد على سبيل المثال وليس الحصر، اتحاد الغرف العربية المصرية. التعاون المتناهي ما بين هذه الغرف والاتحادات تحت مظلة الاتحاد الأكبر إنما هو دليل على رؤية مستقبلية كيف يكون التعاون والتشارك المستقبلي. ووجود الاتحاد في بلد عزيز كالمصر وجمع هذا العدد الغفير من العالم هو نشاط مشترك، وهذا النشاط المشترك الدليل إيمانهم أن مصر هي البلد الأفضل لجلب الاستثمار. حضرتك بتمثل طبعا بلد الأصل الأردن، ومصر طبعا بلد شقيق عزيز في قلبك. كنا حابين نعرف برضو حجم الاستثمارات الموجودة من الأردنية في مصر والتبادل التجاري، وناخد خلفية كده بالأرقام عن العلاقات المصرية الأردنية. اولا الاردنيين يعني عندما يستثمروا في مصر يعتبروا نفسهم يستثمروا في الاردن، وعندما يكون المصري يستثمر في الاردن فهو يعتبر انه هو مستثمر في بلده، وهنالك عوامل عديده تجمع المصر والاردن، العلاقه التاريخيه اولا، الجيره والترابط الجغرافي، تقريبا العادات، بعض العادات المشتركه، وهنالك روابط اخرى. حجم الاستثمارات، والأردن كان من أقدم المستثمرين في مصر في الصناعات وخاصة في الصناعات. اليوم الأردن متواجد بقوة في السوق المصري وبالصناعات المصرية على سبيل المثال وليس الحصر، الدواء، الأوراق بالمصانع الأوراق والعديد والبتروكيماويات والعديد من المصانع موجودة في 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 مصر. أما حجم التبادل التجاري يعني للأسف الشديد حجم يعني حوالي مليار دولار، ولكن إحنا يعني ننظر إلى هذا الرقم متواضع جدا كون العلاقات السياسية علاقات متينة وقوية، وكل ما نسعى إليه أن يرتقي الميزان التجاري إلى مستوى العلاقات التي تمتد بجذور تاريخية ويقويها اليوم وجود فخامة الرئيس السيسي وسيدي صاحب الجلالة الهاشمية. والقطاع الخاص واجبه، وسوف نسعى لوصول إلى رقم أضعاف هذا الرقم خلال الفترات القادمة. كنا قرينا حوار مع حضرتك من عام لأخبار اليوم، وتكلمنا فيه عن بعض الملاحظات على بيئة الاستثمار في مصر وبعض الإصلاحات اللي كانت مطلوبة. هل ترى حضرتك أن الإصلاحات اللي تمت مؤخرا كافية أم لك رأي آخر؟ أولا يعني أنا أتذكر هذا الحوار قبل عام،
ولكن سؤالك يعني أرجو أن نقسمه إلى قسمين. القسم هل ترى أن هذه الاستثمار أو التغييرات هي كافية؟ لا يمكن في أي دولة بالعالم أن يكون هناك وقف أو انتهاء للتغييرات. التغييرات مع المتطلبات يجب أن تتغير، ولكن هل قامت مصر بإجراء سريع خلال هذا العام؟ نعم قامت بإجراء سريع وملحوظ، وملحوظ من ناحية التشريعات، من ناحية البنية التحتية، من ناحية الفكر، من ناحية التعامل. يعني ما كان في مصر من مستثمر وما كان من مصر من ينظر إلى مصر كمنطقة جالبة استثمار وما ينظر إلى مصر اليوم جالبة استثمار يرى فرق شاسع، فرق إيجابي. ده جزء من السؤال. فاكر السؤال الثاني، هل حاكم محتاج إصلاحات ثانية أو تشريعات ثانية أو بيئة ثانية تكون أكثر جذبا للاستثمار؟ يعني اليوم يعني لا نبحث على تعديلات قوانين، لأن تعديل القانون تأتي مع 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 التغيرات التي تتطلب التغيرات الاقتصادية، ولكن يعني نأمل من مصر أن نخفف أو نقزم البيروقراطية. يعني هذا عامل أساسي لاستمرار التقدم. شكرا جدا وسعداء بك وشرفتنا. أهلا وسهلا بك، شرف عظيم سيدي، الله يخليك، حياك الله.